مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشرقية والشرقية نيوز نحييكم، وهذا حصادنا الإخباري لهذه الليلة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نبدأ هذا الحصاد بالعناوين. الولايات المتحدة تغلق قنصليتها في البصرة وتنقل طاقمها الدبلوماسي بعد استهداف مجمع المطار وللمرة الثانية بصواريخ الكاتيوشا. واشنطن تتوعد طهران بإجراءات انتقامية بعد حادثة مطار البصرة، وبومبيو يهدد على إيران أن تفهم أن الولايات المتحدة سترد فورا وبشكل مناسب على هذه الهجمات. كثير من النساء الآن يعني حسب ما وصلني من معلومات أنه خايفات أنه يخرجون من البيت، توقف عملهم حقيقة، يعني هذا يأثر على سير العمل وعلى نشاط النساء في البصرة. أكثر من 100 ناشطة بصرية يتركن العمل التطوعي خلال أسابيع، المتعاملون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتركون العمل حفاظا على حياتهم. ائتلاف النصر يطالب بحسم الكتلة الأكبر قبل تكليف مرشحها ويحذر من أي حكومة تتشكل بخلاف ذلك ستكون فاقدة للشرعية. منصب رئيس جمهورية العراق سيحسم عبر تصويت النواب الكرد، يقول البرزاني وأبرهم صالح وفؤاد حسين في جولة حاسمة قبيل جلسة الاثنين. أما الرجعة أفنان سناء ما نريدها، بس هذا المخيم يعاني من الصحيات وتلوث مي البحيرة. عشرات القرى الأنبارية المحاذية لجرف الصخر ما تزال مهجورة، سنوات التهجير والنزوح لسكان قرى العويسات تدخل عامها الرابع. أهلا بكم. قررت الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في محافظة البصرة جنوبي العراق ونقل دبلوماسيها، وذلك بعد تهديدات متزايدة من إيران وفصائل مسلحة موالية لها. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير مايك بومبيو أمر بالمغادرة المنظمة لجميع الموظفين الأمريكيين من البصرة على أن تؤمن السفارة الأمريكية في بغداد جميع الخدمات القنصلية في المحافظة. ويأتي القرار الأمريكي بعد استهداف مقر القنصلية الأمريكية بصواريخ الكاتيوشا لم تؤثر على القنصلية الموجودة في مجمع مطار البصرة حسب ما أكد مسؤولون أمريكيون. واتهمت الخارجية الأمريكية السلطات الإيرانية وقوات الحرس الثوري الإيراني بتهديد أمن وسلامة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق، وحذرت طهران من إمكانية اتخاذ إجراءات انتقامية. ووصف خبراء عراقيون قرار إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة وإخلاء جميع العاملين فيها بأنه مؤشر على أحداث مهمة ستقع. كما جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحذيره من أن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية مباشرة عن أي هجمات على الأمريكيين والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق. قال بومبيو في بيان أن التهديدات ضد الأمريكيين والمنشآت الأمريكية في العراق آخذة في التزايد، وأن على إيران أن تفهم بأن الولايات المتحدة سترد فورا وبشكل مناسب على مثل هذه الهجمات. أكد بومبيو أن مصدر التهديدات لموظفي الولايات المتحدة في العراق هو الحكومة الإيرانية وقوة القدس التابعة للحرس الثوري وميليشيات يساعدها ويسيطر عليها ويديرها قائد فيلق القدس قاسم سليماني. وحذرت الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى العراق في خطوة هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية بعد أن حذرت مواطنيها في القنصلية الأمريكية في البصرة جنوبي العراق. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن المواطنين الأمريكيين في العراق معرضون بشكل كبير للعنف والاختطاف، حيث تنشط مجموعات إرهابية ومتمردة عدة في هذا البلد إلى جانب ميليشيات تهدد أمن الأمريكيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق. وأكد البيان أن قدرة الحكومة العراقية على توفير خدمات روتينية وطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في العراق باتت محدودة للغاية. وردت إيران على اتهامات الولايات المتحدة لها بقصف القنصلية الأمريكية في البصرة قائلة إن إغلاق القنصلية هو هروب إلى الأمام وإجراء مشبوه وقائم على سياسة الإسقاط. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إنه بالرغم من توفر الأدلة الكثيرة على ضلوع عناصر خارجية
في الهجوم ضد القنصلية الإيرانية في البصرة، لكن ما وصفها بالتبريرات الصبيانية من جانب المسؤولين الأمريكيين التي ترمي إلى نشر الفوضى في العراق والضغط على الحكومة في هذا البلد باتت واضحة، وأن إغلاق القنصلية الأمريكية إجراء مرفوض ومدان تماما. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. كثير من النساء الآن يعني حسب ما وصلني من معلومات أنه خايفات أنه يخرجوا من البيت، توقف عملهم حقيقة، يعني هذا يأثر على سير العمل وعلى النشاط، نشاط النساء في البصرة. أكثر من 100 ناشطة بصرية يتركن العمل التطوعي خلال أسابيع. المتعاملون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتركون العمل حفاظا على حياتهم. حذر محافظ البصرة سعد العيداني من أن قرار إغلاق القنصلية الأمريكية في المحافظة ستكون له تأثيرات سلبية على البصرة. وقال العيداني في تصريحات صحفية إن تداعيات ما يجري من تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إغلاق واشنطن لقنصليتها في البصرة وتحذير مواطنيها من البقاء في المحافظة. وأعرب العيداني عن أمله بأن تنتهي تلك الأزمات من دون حصول أي شيء يؤثر على البصرة والمنطقة. ولم يستبعد السياسي العراقي إبراهيم الصميضعي تكرار سيناريو عام 1979 والمتمثل باحتجاز رهائن في السفارة الأمريكية في طهران، لم يستبعد تكراره في محافظة البصرة بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية فرض العقوبات. بالمقابل قلل مهدي السواعدي المتحدث باسم حزب الله الأخيار في العراق من خطورة سقوط صواريخ في محيط مبنى القنصلية الأمريكية، وقال إن سقوط صاروخين قرب مطار البصرة ليس بشيء كبير. أنا أعتقد أن حرق القنصلية الإيرانية في البصرة أشر بشكل واضح عجز الحكومة العراقية، جهاز الأمن العراقي على حماية البعثات الدبلوماسية، وبالتالي من يضمن للولايات المتحدة أن لا يتكرر نفس السيناريو من قبل أعداء للولايات المتحدة الأمريكية، وهم كثر في البصرة بالتأكيد، سواء من فصائل مسلحة أو أنصار لفصائل مسلحة. وبالتالي أما وضع الولايات المتحدة وقوة حماية البعثة الدبلوماسية في اشتباك مباشر مع مواطنين عراقيين، وهنا لا أستبعد هذا السيناريو، أو بالنتيجة تكرار حادث خطف دبلوماسيين إيراني أمريكيين من البصرة في العراق، في العراق، في البصرة أو في محافظات أخرى، يعني هو المنطقة. وحذرت الولايات المتحدة، وزير الخارجية الأمريكي حذر من احتمالية تعرض بعض الموظفين والرعاية الأمريكان إلى عمليات قتل أو خطف. بالتأكيد هي يعني أكبر تجمع دبلوماسي بشري موجود خارج السفارة الأمريكية في بغداد، طبعا باستثناء القواعد العسكرية النائية التي تحميها، تحمي نفسها هي القنصلية الأمريكية في البصرة. وبالتالي يعني تدفق بشري، محتجين، معارضين، لا يمنع الولايات المتحدة من أن تتصور تكرار سيناريو 1979. استهداف هذه المنشآت هو استهداف للسيادة العراقية، ليش جاي تستهدفون المنشآت الأمريكية؟ ما هي المصلحة؟ شنو مصلحتكم باستهداف القنصلية الأمريكية في البصرة؟ شوف اليوم احنا خلينا نجي نثبت انه هذا الاستهداف كان مقصودا. الأمريكان في السابق كانت تقع عشرات الصواريخ لا يأبهون، الآن وقعنا صاروخين في محيط البصرة، سواء في قضية دبلوماسية وهالأمور، وتهديد للرعاية وتهديد لمصالح كذا. اليوم أنتوا إذا كنتوا حقا تريد أن تعملون، خلينا ننظر لموقفين أساسيين. نجي إلى أيام المتظاهرات اللي حدثت في البصرة، القنصلية الإيرانية حرقت بالكامل واعتدوا عليها وفعلوا ما فعلوا. مع ذلك الأخوان اكتفوا ببيان الاستنكار ورجعوا فتحوا قنصليتهم لخدمة أبناء الشعب العراقي ولجاليتهم الموجودين في العراق يا سيد الكريم، حتى مشوا الأمور. أنت اليوم واقعا هاي الصاروخين بصطتها بهالشكل، صاروخين وقعا في محيط منو أطلق هاي؟ منو أطلق هاي؟ ما أدري عشان أدري شو أقول لك، شلون ما تعرف. وينضم إلينا عبر سكايبي من واشنطن كاظم مبارك الوائلي، مستشار سابق للتحالف الدولي. أهلا بك سيد كاظم. يعني بعد نحو 48 ساعة من تحذيرات واشنطن لطهران يجري إطلاق صواريخ كاتيوشا على سفارة القنصلية الأمريكية في البصرة، ويتم إجلاء العاملين فيها إلى بغداد. مراقبون عراقيون يقولون إن ما يجري سيؤدي إلى حوادث لا تحمد عقباها، كيف تقرأ؟ نعم، حياك الله أستاذ أحمد.
انه هي هذه اجراء حقيقي، يعني اجراء واقعي، انه اغلاق هذه السفاره لحمايه والحفاظ على ارواح الدبلوماسيين الامريكان. احنا لا ننسى مثل ما قال تقريركم هنالك تجارب، يعني تجارب ال 79 وتجارب السفاره الامريكيه في لبنان وكذلك تجربه القنصليه الامريكيه في بنغازي، فلذلك لا، الامريكان ليست لديهم الطاقه ان يروا دبلوماسيهم مسحولين في الشوارع، في شوارع البصره، ولذلك هو اجراء صحيح واجراء تؤيده الاحزاب الامريكيه سواء الديمقراطيه او الجمهوريه في واشنطن، وباركت لهذا الاجراء. اما اذا كانت هنالك حوادث بالمستقبل، طبعا ستكون حوادث بالمستقبل في البصره، ولكن يجب ان لا ننسى ان الان البصره ستعاني من قله الاستثمارات بسبب انسحاب السفاره القنصليه الامريكيه من البصره، لان وجود السفاره الامريكيه او القنصليه الامريكيه في البصره كان هنا يعني معناها علامه الى ان هنالك امان وهنالك استقرار في المنطقه، ولذلك تواجد هذه القنصليه. القنصليه هي امانه في عنق ابناء الشعب العراقي سواء كانوا بصريين او اربيليين او بغداديين، ولكن لا اعتقد الان اهالي البصره او الفصائل المسلحه بالبصره تريد ان تبقي على التواجد الامريكي في هذه المدينه، الان هي شبه منكوبه، ولذلك الامريكان وصلت الرساله اليهم من طهران على من لما ضربت صاروخين كاتيوشا قبل يومين بالقرب من القنصليه في البصره، ولذلك سحبوا رعاياهم الى بغداد. وطبعا القسم القنصلي سيبقى يعمل ولكن في بغداد وليس في البصره، وستكون هنالك تاثيرات سلبيه سواء امنيه او اقتصاديه على هذه المدينه وعلى المحافظه اجمع وعلى جنوب العراق، لانه الامريكان الان السياسيين في واشنطن الان يتحدثون على ان اذا العراق اراد ان ياخذ الجانب الايراني ويتحيز للجانب الايراني يقولون بيئت، يعني دعوهم، دعوا العراقيين ياخذ الجانب الايراني ونحن سوف ننسحب، حتى السفاره الامريكيه تنسحب، لانها هنالك يعني هنالك يسمونه على كاهل الحكومه الامريكيه، يعني ثقل على كاهل الحكومه الامريكيه، الثقل المادي. هنالك مليارين دولار مساعدات الى الحكومه العراقيه والى العراق. نعم تفضلي. سيد كاظم، يعني انت مستشار سابق للتحالف الدولي وعلى يعني قرب من طريقة تفكير الولايات المتحدة وأيضا التحالف الدولي، طيب ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟ ذهب المستشار السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي إلى تكرار حادثة عام 1979 واحتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران، يعني هل يمكن أن يصل التصعيد الأمني إلى هذه المرحلة؟ وبرأيك ما هو رد فعل الولايات المتحدة الذي يمكن أن يحدث أكثر من سحب سفارتها أو سحب قنصليتها عفوا من البصرة والاكتفاء ب تمثيلها في بغداد؟ نعم ستالا، المسألة أنه هي حرب باردة بين أمريكا وبين إيران على أراضي البصرة وعلى العراق كأجمع. العواقب ستكون وخيمة، ولكن أمريكا الآن يعني هي تتوخى بالحذر، لأنه بداية نوفمبر المقبل الشهر 11 ستكون هنالك ممارسة فعلية على وتطبيق على للعقوبات الامريكيه والدوليه على ايران، ولذلك يعني ايران تتوقع، امريكا تتوقع الحذر وتريد بما يسمى preemptive action، يعني موقف استباقي. سحبت ابناء السفاره الامريكيه الى بغداد ومناطق اخرى. هنالك حرب يعني بارده، وابناء البصره هم الذين يحملون العواقب والان سيواجهون هذه العواقب، ولذلك هنالك فصائل مسلحه لا تهتم بابناء البصره والعراقيين، هم يريدون ان يقلدوا حزب الله بكل شيء، ويريدون ان يكونوا جزء من الجمهوريه الايرانيه او الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، ويريدون حتى البصره ان تكون جزءا من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، ولذلك هم لا يهتمون ويتمتعون بكل شيء، عندهم الاموال وعندهم السلاح وعندهم القوه الفعليه بالبصره. امريكا الان تقول اذا اراد العراق والبصره ان تكون متحيزه الى ايران وجزء من الكيان الايراني لتكن
ولكن ستكون جزء من كيان ومنظمة ومنطقة ضعيفة وفقيرة، لأنه هنالك ستكون عقوبات، وهذه العقوبات ستكون جدا صعبة على إيران، سواء الشعب أو الحكومة، وربما ستتأثر البصرة من خلال تطبيق هذه العقوبات. نحن نقول إنه أمريكا، أنا لا أتحدث باسم الحكومة الأمريكية، أنا موظف سابق، ولكن الأمريكان الآن يقولون نحن ليس لدينا the stomach، المعدة التي تتحمل أن نرى عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسية يسحل في الشوارع في البصرة مثل ما فعلوا الليبيين في بنغازي عندما سحلوا وحرقوا كريس ستيفن 2012، وكذلك الرهائن مثل ما قال الأخ الصميدعي، الرهائن في 79، وكذلك 200 جندي. يعني سيناريو الولايات المتحدة لا تريد تكراره مرة أخرى على الأقل في ظل حكومة ترامب. أرجو أن تبقى معي سيد كاظم. أنتقل إلى بغداد وضيفي من هناك السيد نديم الجابري السياسي العراقي. أهلا بك سيد نديم. يعني السؤال طالما يطرح باستمرار، لماذا يراد خاصة من قبل بعض الأطراف العراقية التي لديها السلاح، لماذا تريد تحويل العراق إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران؟ ألا يكفي ما شبعناه من دماء منذ الثمانينات، حروب وحصار في التسعينات واحتلال في الألفينات؟ يعني ألم يشبع هذا الشعب؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بلا شك المشهد معقد للغاية، والأطراف تتحرك على أرض العراق، سواء الأطراف الدولية أو الإقليمية، تتحرك بحذر. الولايات المتحدة من اللحظة اللي احتلت فيها العراق في 9 نيسان 2003، هي زرعت الشك والقلق لدى دولتين أخرتين، أقلقت الجانب الإيراني وأقلقت الجانب السوري، لأن كلا الطرفين كان يصنف على أنهم جزء من محور الشر حسب الأدبيات الأمريكية، وذلك الإيرانيين كان يعتقدون أن الخطوة الثانية بعد احتلال العراق ستكون ضد إيران، والسوريين كانوا أيضا يعتقدون أن الخطوة الثانية ستكون في سوريا، ولذلك عمل يعني بشكل منسق الجانب السوري والجانب الإيراني على إفشال التجربة الأمريكية في العراق. ويعني هذه الإعاقة الحقيقة نجحت إلى حد ما، يعني لذلك المشروع الأمريكي على المستوى السياسي ما حقق نجاح، ما حقق دولة مستقرة، ولا حقق دولة ديمقراطية، ولا دولة يعني رائدة مثل ما كان يتصورون. وبذلك يعني مجرد نجحوا بهذا الملف هم قللوا من الخطر الأمريكي على البلدين. لذلك سوريا تدخلت بقوة وإيران تدخلت بقوة. الآن المسألة صار يعني فيها تصاعد أكبر من السابق. يعني تارة تتعلق المسألة بأمن إسرائيل وأثر الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني على الأمن الإسرائيلي، وتوجهات ترامب الجديدة اللي تريد أن تلغي هذا الاتفاق وتريد أن ترتب عقوبات. واضح أن السياسة الأمريكية تمهد الأرضية للاحتكاك مع الجانب الإيراني. يعني لا نعرف عن الطريقة بالدقة المطلوبة اللي راح تواجه بها الجانب الإيراني. يعني تارة يفهم عن نتيجة حرب الدولار والحصار الاقتصادي، نفهم أن الولايات المتحدة تريد أن تفجر الوضع في إيران من الداخل. لكن أيضا لاحظنا من يصير حراك شعبي واحتجاجات شعبية في إيران، تشوف الأمريكان ما يتدخلون بقوة، ولا حتى وسائل الإعلام هم تروج لمثل هذا. طب سيد نديم، يعني هو سؤالي كان لماذا بعض الأطراف العراقية ترضى معقدة. يعني سؤالي كان لماذا بعض الأطراف العراقية ترضى بتحويل بلدهم إلى ساحة صراع خارجي بين طهران وواشنطن؟ طبعا هي بالتأكيد أكو أطراف، أكو امتدادات إيرانية على الأرض العراقية. يعني الجانب الإيراني النظامي
يتحاشى المجابهة المباشرة مع الولايات المتحدة، ربما يستخدم حرب بالإنابة، يعني هذا أقصى ما يريده. والأطراف اللي تتحدث عنها يعني ليس بالضرورة تكون أطراف عراقية، أو ربما هم حلفاء للجانب الإيراني، ربما تجمعهم مصلحة مشتركة، كلاهما يعتقد أن الجانب الأمريكي هو جانب يعني معادي للعراق. يعني وهذا يعني هاي المداخلات وهذه الحسابات اللي يعني تخلي الإيراني مع العراقي يلتقي مرات ضد الأهداف الأمريكية، ربما بسبب الفشل الأمريكي في العراق. يعني العراق تعرف الولايات المتحدة دمرت الدولة العراقية، ومن رادت تعيد عادت السلطة لكن لم تعيد الدولة العراقية، تركت الدولة العراقية تتآكل وتضمحل يوما بعد يوم، اهتمت فقط بالسلطة. ولذلك الآن كل الأوراق بدأت تتحرك، يعني إيران عندها أدوات داخل في الأرض العراقية، ومن مصلحتها أن لا تكون المعركة على الأرض الإيرانية، من مصلحتها أن تنقل المعركة على أرض العراق. لكن هذا ملاحظة على الجهات العراقية اللي حضرتك تحدثت عنها، اللي تقبل بنقل معركة بين طرفين تنقلها على أرض العراق. هذا طبعا خسارة كبيرة استراتيجية للعراق. يفترض أن تكون هنالك جهات رسمية في العراق لا تقبل بهذا السيناريو. وهذا كل الحقيقة راح يتضح أكثر عندما تتشكل الحكومة القادمة. يبدو أن الولايات المتحدة غير مطمئنة، غير مطمئنة على ماهية الحكومة القادمة، وذلك بدأت تنطي إشارات ربما سلبية للجانب الإيراني وللجانب العراقي. طيب يعني سيد خطوة نديم. غلق القنصلية مؤشر خطير، هذا مؤشر على المستوى الأمني ومؤشر على المستوى السياسي، يجب أن يوضع أو يفهم بهذا السياق. سيد نديم ابقى معنا، سننتقل إلى ضيفنا سيد كاظم مبارك الوائلي من واشنطن. سيد الوائلي، يعني دعنا نتحدث الآن عن تبعات إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة على العراق على الصعيد الأمني أولا وعلى الصعيد السياسي ثانيا، ونحن نعلم بأن العراق على مفترق طرق سياسي خطير وهام، نحن مقبلون على الانتخابات، انتخابات الرئاسية، رئاسة الجمهورية العراقية، وأيضا انتخابات رئاسة الوزراء. كيف سيؤثر هذا الحدث وفي هذا التوقيت على الصعيدين الأمني وأيضا السياسي على العراق؟ نعم، هي التأثير راح يكون مو سياسي، أكثر شيء هو اقتصادي وبالذات أكاديمي، لأنه القنصلية في البصرة هي تهتم بالبعثات الدراسية وتعطي البعثات الدراسية المجانا، يعني هنالك برنامج فول برايت، وهنالك تقريبا 200 مليون دولار للمنظمة التنمية الأمريكية محجوزة إلى مدينة البصرة والتنمية في البصرة، هذا سيؤثر على الإدارة المحلية بالبصرة. أما المشهد السياسي في العراق، أنا أريد أن أقول شيئا وهذا ربما لا يصدق أحد، إن إدارة ترامب لا تهتم بالعراق، وبومبيو لا يهتم بالعراق، سواء كان الرئيس كرديا شيعيا عراقيا عربيا، لا يهتمون بهذا الشيء، لأنه إدارة ترامب غسلت يدها من العراق ومن السياسة العراقية ومن السياسيين العراقيين كلهم. إدارة ترامب تريد أن توفر أموال، ويعني إذا أغلقت القنصلية في بصرة وأغلقت السفارة في بغداد ستوفر 3 مليارات دولار بالسنة، وسيثبت ترامب إلى أمريكا أنه وفر هذه الأموال، لأنه بالذات أمريكا من 2003 إلى هذا اليوم لم تستفد شيئا من العراق، إن كان مسألة النفط أو كانت مسألة السياسة أي شيء لم تستفد، إنما إيران وسوريا وتركيا استفادت كثيرا، ولكن أمريكا تريد أن تتخلص من العراق بأي ثمن، وهذه أول خطوة هي التخلص من تواجدها في البصرة. لم تخسر أمريكا شيئا وسوف لن تخسر، يعني الذين يخسرون هؤلاء الطلبة الذين يدرسون في أمريكا، والذين يخسرون هنالك يعني أموال التنمية الدولية في بغداد وفي المناطق المتضررة الآن، المناطق المحررة من داعش، هنالك أموال من أمريكا تريد أن تعيد بناء هذه، ولكن البروباغاندا الإيرانية وتابعيها
في العراق، يعني لديهم الكلمة العالية واليد الطولة، والكثير من هنالك من الناس البسطاء يصدقون هذه البروباغاندا، فليست هنالك تبعات سياسية. أمريكا ستنتظر ستنظر إلى من سيكون رئيسا للوزراء ورئيسا للجمهورية. هي تهتم برئاسة الوزراء أكثر من رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، ولذلك حتى المبعوث الرئاسي إلى العراق بيرت ماجيرك، بالمناسبة أكثر جماعة نظرية المؤامرة يسمونه بيرت ماجيرك، الآن هو في يعني طلع من العراق وترك العراق، وهذا أمر رئاسي أن يترك العراق، يعني ينتهي من مسألة ملف العراقي إلى أن تتبلور الصورة بالمستقبل، وبالذات ربما هذا الشهر أو الشهر المقبل لانتخاب رئيس وزراء ورئاسة عراقية. فأعتقد أن أمريكا غسلت يدها من العراق، وهذا ربما لا يصدقوه بعض السياسيين في العراق، وربما يعني حتى السياسيين السنة والكرد الذين كانت تعول عليهم الولايات المتحدة الأمريكية الآن أخذوا جانب إيران، وأخذوا للأسف يتملقون ويتزلفون إلى إيران والفصائل المسلحة في بغداد وفي المناطق هذا الجنوبية. كلام خطير سيد كاظم، هذا كلام خطير حقيقة. أريد أن أنقل وجهة النظر هذه إلى السيد نديم الجابري. سيد نديم، ربما استمعت إلى كلام السيد كاظم الوائلي، واشنطن غسلت يديها من العراق، الخاسرون هم العراقيون الذين فقدوا ربما سيفقدون مستقبلا الدعم الأمريكي في إعادة إعمار مدنهم المهدمة بعد عمليات تحريرها من داعش. الولايات المتحدة لا تهتم، يأتي رئيس وزراء سني شيعي كردي عربي، هذا الأمر لا ما عاد يهمها واشنطن. وكذلك تحدث عن الأموال الكبيرة التي ستوفرها الولايات المتحدة في حال بعد غسل يديها من العراق، ما هو تعليقك سيد نديم؟ لا طبعا أنا أختلف كليا مع الأستاذ الفاضل كاظم، يعني أنا أتصور أن العراق في الإدراك الأمريكي هو لا يزال يعني الجانب الأمريكي يمثل الوصاية على العملية السياسية وعلى الدولة العراقية، ولذلك تلاحظ أنه لا يوجد أي طرف دولي دخل على قضية العراق باستثناء الولايات المتحدة. يعني الأطراف اللي تعرف قواعد اللعبة الدولية وتفهم طبيعة النظام الدولي الجديد ما تدخلت بالملف العراقي، لأن تعرف التدخل بالملف العراقي خط أحمر. ولذلك روسيا تتدخل في الجانب السوري لكن ما تتدخل بالجانب العراقي، رغم أن روسيا كانت صاحبة أكبر مصالح اقتصادية في العراق لكن ما تتدخل، معناه تفهم الرسالة، تدخلها خط أحمر غير مسموح به، هذه منطقة نفوذ أمريكية صرفة. وعدم الاكتراث الحقيقة يعني هذا مستبعد تماما، مستبعد رغم أنه ظاهرة صحية، يعني وإحنا العراق هسه لو الإيرانيين والأمريكان يشيلون أيديهم من العراق يكون أفضل، يعني هم تسببوا بكل هاي الأضرار اللي حدثت في العراق، لكن هذا غير وارد. الولايات المتحدة يجوز البعض يقول مثلا دا تدخل في منافسة مع الجانب الإيراني، أنا أعتقد حتى مع الجانب الإيراني هنالك نظرية تسمى نظرية التخادم، أحدهما يخدم الآخر في تعزيز مصالحه في حماية مصالحه، ذلك رغم المناكفات ورغم الخطابات الإعلامية المتشنجة. والحديث عن يعني أموال أمريكية ودعم أمريكي حقيقة هذا يعني كلام شوية يعني أنا أشوفه وهمي، يعني ما لا يوجد الحقيقة منجز حقيقي للولايات المتحدة على الأرض العراقية، يعني هم تركوا السنة اللي هم يعتقدون راح يسوون تحالف معهم تركوهم يسحقون، تركوا حليفهم الاستراتيجي الكردي تركوه يسحق في قضية الاستفتاء وما شابه ذلك. هذا معناه أكو تخبط في السياسة الأمريكية، مو معناه أنه تركت يدها، لو تركت رفعت يدها عن العراق
طيب ليش يجي ممثل ترامب يضغط على الشخصيات السنية وعلى الشخصيات الكردية وحتى على الشخصيات الشيعية لتمرير مرشح معين لرئاسة الوزراء؟ هذا يعني أنا أعتقد هذا الكلام مستبعد تماما، يعني ربما وراء شيء آخر في الإدراك الأمريكي. قد تكون أمريكا أيقنت أن تجربتها في العراق فشلت، فشلت على مستوى الأشخاص، فشلت على مستوى الأحزاب. هذا معناه إذا ترفع إيدها معناه عندها رؤية ربما لتغيير النظام السياسي في العراق. وذلك يعني كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حكومة إنقاذ وطني وغيرها. فلذلك أنا حقيقة أستبعد تماما أن الولايات المتحدة ترفع يدها عن العراق. العراق يعني الموقع الجغرافي والموقع الجيوسياسي مهم للغاية، يعني هو يعني اللي سيطر على العراق سيطر على الطاقة النفطية، سيطر على السياسات النفطية وليس على الثروات النفطية. تعرف الولايات المتحدة عندها هدفين أساسيين في المنطقة، السيطرة على السياسات النفطية، يركع اليابان ويركع الصين وربما بعض البلدان الغربية، ما تعنيهم الثروة لكن تعنيهم السياسة النفطية. هذه مسألة مهمة ويعنيهم أمن إسرائيل. طيب أمن إسرائيل يعني إلى صلة بالشأن العراقي. إسرائيليين يعني العراق هو الدولة الوحيدة اللي لا تزال في حالة حرب مع إسرائيل من الناحية الرسمية، هسه ما أقول من الناحية الفعلية لكن من الناحية الرسمية، وأكو ثقافة عربية إسلامية قومية في العراق تعزز من هذا التوجه، ولذلك تم استهداف العراق ضمن هذه الحسابات. أما يعني إذا حصل بعض الانكسارات في السياسة الأمريكية نتيجة شيء، نتيجة يعني ضعف العقلية التأسيسية للولايات المتحدة الأمريكية. هي لا تحسن البناء، هي تحسن عملية هدم البلدان لكن لا تحسن بنائها. حاولت أن تصحح الأوضاع في العراق لكن لا تعرف كيف تصحح الأوضاع في العراق، ولا تعرف حتى الشخصيات السياسية اللي موجودة. هي وجهات نظر سيد نديم، يعني نحن نحترمها ونسمعها على الساحة السياسية. نعم. وجهات نظر عدة نسمعها ونحترمها. أشكرك جزيل الشكر سيد نديم الجابري السياسي العراقي، كنت معنا من بغداد. وأشكر ضيفي أيضا من واشنطن عبر سكايب السيد كاظم مبارك الوائلي المستشار السابق للتحالف الدولي. شكرا لكليكما. وأنا أتكلم الآن عما سمعته من الرئيس البرزاني، هو يراهن على العلاقة التاريخية وعلى إيمانه باحترام شرف الكلمة من قبل الزعماء الشيعة الذين كان معهم في المعارضة وفي العمل السياسي من 2003. وخليني أقول كلام وأتحمل مسؤوليته. إذا أحد عنده تسجيل أو كلام صوتي لمشعان الجبولي به إساءة للرئيس مسعود البرزاني أو لأي من عائلة البرزاني، أنا أقدم له جائزة 250,000 دولار أمامك، أتعهد أمام الشعب العراقي. يعني ابتداء يعني بس أوضع قضية، يعني من قلت أنه الدكتور برهم معروف من زهته، يعني مو معناها الآخرين لا سامح الله غير نزيهين. أنا ما أقارن بين شخصيتين أبدا، لا أمدح شخص وشخص آخر ما أعرفه إطلاقا. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. ائتلاف النصر يطالب بحسم الكتلة الأكبر قبل تكليف مرشحها ويحذر من أن أي حكومة تتشكل بخلاف ذلك ستكون فاقدة للشرعية. منصب رئيس جمهورية العراق سيحسم عبر تصويت النواب الكرد، يقول البرزاني وأبرهم صالح وفؤاد حسين في جولة حاسمة قبيل جلسة الاثنين. شدد ائتلاف النصر على وجوب الالتزام بالنصوص الدستورية القاضية بتحديد الكتلة الأكبر قبل شروع رئيس الجمهورية بتكليف مرشحها
لتشكيل الحكومة. وأكد ائتلاف النصر في بيان أن أي تكليف لأي مرشح دون حسم الكتلة الأكبر يعد مخالفة دستورية صريحة، وما يتأسس عليها لا يمتلك الشرعية الدستورية والقانونية ولا يمكن قبوله أو بناء الحكومة المقبلة على أساسه. وأشار ائتلاف النصر إلى أن الالتزام بالدستور يجب أن يكون فوق الاعتبارات والمصالح أيا كانت لضمان شرعية بناء الدولة وسلطاتها ومهامها. في غضون ذلك، بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين جهود تشكيل الحكومة وآلية انتخاب رئيس الجمهورية. وأفاد بيان لمكتب العبادي أن اللقاء شدد على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على تلبية احتياجات البلد في البناء والإعمار وتوفير فرص العمل والحفاظ على ما تحقق في محاربة الإرهاب والاستقرار الأمني والعلاقات الخارجية. دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني الكتل الكردستانية إلى التصويت واختيار مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية. وقال البرزاني في بيان عقب لقائه المرشح عن الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح في أربيل إن رئاسة الجمهورية استحقاق لشعب كردستان، ولا يحق لأي شخص أو حزب أن يستأثر به من دون العودة لشعب الإقليم. وأشار البرزاني إلى أن معظم القوى السياسية العراقية تفضل أن تتفق الأطراف السياسية الكردية على مرشح محدد لهذا المنصب، وأن الحل الأمثل هو أن تصوت الكتل الكردستانية على المرشحين، ومن يحصد أكثرية الأصوات سيكون مرشح كردستان لمنصب رئاسة الجمهورية. إلى ذلك، جدد مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية برهم صالح جدد نفيه سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وذلك عقب اللقاء الذي عقده مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البرزاني. وأكد صالح في بيان أنه أوضح للبرزاني خلال لقائهما في أربيل سبب تمسكه بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية كونه استحقاق للاتحاد الوطني الكردستاني. وأكد صالح تمسكه بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لإيمانه بأهمية هذا المنصب لخدمة العراق وللظروف الحساسة التي يمر بها العراق وحفاظا على وحدة الشعب العراقي. مشاهدي الكريم، انضم إلينا الآن السيد رزاق محيبس النائب عن تحالف البناء. أهلا ومرحبا بك سيد محيبس. يعني تابعنا بأن كل من الطرفين أو المرشحين الكبيرين لرئاسة الجمهورية العراقية يتمسك بترشيحه، هل يمكن أن يترك الأمر لكم للتصويت في البرلمان لاختيار أحد هذين المرشحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الشرقية الكرام. بالتأكيد إذا ما توحد الموقف الكردي وبقي الحزبان الكرديان كلاهما مصر على مرشحه، فبالتأكيد سيكون السيناريو المطروح في البرلمان هو مشابه للسيناريو الذي تم من خلاله اختيار شخصية أو شخص رئيس البرلمان أو هيئة الرئاسة. لكن ننصح بصراحة الأخوة الكرد بتوحيد موقفهم والدخول إلى قبة البرلمان بمرشح واحد أفضل من الدخول بعدة مرشحين، لأن الدخول بعدة مرشحين لقبة البرلمان أعتقد سيعقد المشهد ويعقد عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ولربما لا تحسم الأمور من الجولة الأولى. نعم. طب سيد رزاق، يعني يبدو أن قضية الكتلة الأكبر أنتم تركتموها خلف ظهركم وسرتم إلى الأمام. اليوم ائتلاف النصر يقول أن أي تكليف لأي مرشح دون حسم مسألة الكتلة الأكبر يعد مخالفة دستورية صحيحة. هذا الكلام بالحقيقة يراد منه عرقلة العملية السياسية وعدم تقدمها إلى الأمام. بالنسبة لتحالف البناء بصراحة لا يخشى من موضوعة الكتلة الأكبر، لأنه سبق وأن دخلنا في تجربة استعراض القوى داخل قبة البرلمان من خلال انتخاب رئيس البرلمان، وقد نجحنا في هذه التجربة من خلال
إنجاح عملية التصويت على رئيس البرلمان من الجولة الأولى بواقع 169 صوت، فلا نخشى من موضوعة الكتلة الأكبر، لكن بصراحة تركنا الحديث عن الكتلة الأكبر بسبب الخلاف على التفسير، لا نريد أن ندخل البلد في أزمة جديدة اسمها الكتلة الأكبر، لأن الشعب العراقي حقيقة سئم الأزمات السياسية وهو ينتظر منا الحلول والمعالجات لمشاكله وإيصال الخدمات، سيما وأن هناك بعض المحافظات منكوبة الآن مثل محافظة البصرة والناصرية، هذه محافظات منكوبة للأسف بسبب المياه وغيرها. لذلك تركنا موضوع أو تركنا الحديث عن موضوعة الكتلة الأكبر من أجل دفع العملية السياسية للأمام، هذا أولا. القضية الثانية، لا توجد هناك مخالفة دستورية كما يدعي الأخوة في النصر حسب بيانهم هذا اليوم. لماذا؟ لأننا نتعامل مع روح الدستور ولا نتعامل مع الشكليات. روح الدستور أكدت في المادة الدستورية بأن الكتلة الأكبر هي الكتلة النيابية الأكثر عددا، وبالتالي من خلال حسم آلية ترشيح المكلف بتشكيل الحكومة بعد التوافق بين الفتح وسائرون بآلية التوافق، أعتقد أن سيكون هناك العدد النيابي الأكبر الذي سيدفع بمرشح رئاسة الوزراء نحو تشكيل الحكومة، وهذا هو روح الدستور والقانون، فلا توجد مخالفة دستورية أو قانونية بذلك. طيب سيد محيبس، يعني ربما كما تفضلت يعني فترة الهمة في أمر اختيار الكتلة الأكبر، ولكن المفاوضات فيما يخص لاختيار رئيس الوزراء المقبل جارية على قدم وساق. نتحدث قليلا حول شخصية السيد عادل عبد المهدي، يعني اسمه مطروح بقوة، ولكن لا يوجد أي جهة لحد الآن تتبنى ترشيحه. نعم، لأن الكتل السياسية بصراحة خصوصا الكتل الكبيرة منها المتمثلة بالفتح والسائرون اتفقت على آلية أن تختار أو ترشح شخصية لتشكيل الحكومة، شخصية مستقلة وبعيدة عن التحزب والحزبية، ويجب أن تكون مواصفات هذه الشخصية منسجمة مع توجهات أو توجيهات المرجعية، وبالتالي تم استعراض العديد من هذه الأسماء، وشخصية الدكتور عادل عبد المهدي شخصية محترمة وهي ضمن الأسماء المطروحة، لكن لا يوجد لحد هذه اللحظة أي حسم باتجاه أي شخصية أو أي اسم مطروح لتشكيل الحكومة. طب أنتم في كتلتكم ألم تحسموا أمر هذا الأمر؟ ألم ترشحوا شخصا بعينه ويتم الاتفاق عليه بشكل كامل؟ كما ذكرت أن آلية الترشيح رئيس الحكومة القادم هي تكون بالتوافق، وبالتالي هناك استعراض لمجموعة من الأسماء بين البناء وبين الإصلاح، وبالتالي هذه الأسماء يجب أن تناقش في الفضاء الوطني أو بين هاتين بين المحورين الكبيرين، محور البناء ومحور الإصلاح، ثم بعد ذلك يتم التوافق على شخصية أو اسم بذاته من هذه الأسماء. أما لحد الآن بصراحة لم يتم حسم أي اسم من هذه الأسماء. نعم، السيد رزاق محابس النائب عن تحالف البناء، شكرا جزيلا لك. شفت الطائفين في السنة متفاهمين جدا مع الطائفين في الشارع، ما عندهم مشكلة بينهم أبدا، متفاهمين. اثنين هم يقلبون الشارع. يقلبون الشارع، يعني من يقعدون سوا، أنا شفت، أنا شايفهم بعيني، مو واحد قال لي. أنا كنت أتوقع عندما كنت في المحافظة أن هذول من يجلسون مع الطائفين الشيعة أيضا المعروفين يكون يذابحون متشنجة. زين، من نشوفهم علاقتهم بهن ودبس أفضل ما يكون. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. إيراني غير مسبوق في الشأن العربي
وقد تعين علينا نحن أن نقف موقف ليس كموقف المتفرج. في كلمة دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله بن زايد يتهم إيران بتقويض أمن الدول العربية عبر نشر العنف والفوضى والطائفية. تصاعدت على نحو خطير جرائم الاغتيال في البصرة، والتي سجلت جريمة اغتيال جديدة بعد 72 ساعة فقط على اغتيال الناشطة المدنية سعاد العلي. اغتال مسلحون مجهولون المعاون الطبي حيدر شاكر والملقب بحيدر العسكري أمام المستشفى التعليمي بست إطلاقات نارية تم إطلاقها من قبل مسلحين يستقلون مركبة مدنية مظللة بحسب شهود. وتجدر الإشارة إلى أن حيدر العسكري تطوع لتقديم الخدمات الطبية في صفوف الحشد الشعبي، وشارك في معارك عدة ضد تنظيم داعش. إذن تبقى الأحداث في تطور مستمر في البصرة، حيث نجا مدير إنتاج غاز البصرة من محاولة اغتيال هذا اليوم قبل لحظات، وهذه المحاولة جاءت بعد اغتيال المعاون الطبي وبعد اغتيال ناشطة مدنية قبل نحو 4 أيام. إذن عمليات الاغتيال على قدم وساق تجري في البصرة للناشطين ولبعض المسؤولين. هذا وتقول ناشطات في البصرة أن التطورات الأمنية الأخيرة ألقت بظلالها على العمل التطوعي وتمثيل المنظمات الإنسانية الدولية المرتبطة بالقنصلية الأمريكية في المحافظة. وتشير إحصاءات إلى أن أكثر من 100 متطوعة من بينهن متطوعات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غادرن أعمالهن خلال أقل من شهر بسبب مخاوف من التعرض للقتل أو التهديد. أيمن الشيخ والتفاصيل. معادلة تعددت أطراف حلولها بعد أن كان التيار موجها ضد المفسدين تحول إلى فئة لطالما سلبت حقوقها عنوة، ألا وهي المرأة البصرية. لقطات من نشاطها مع جهات دبلوماسية رسمية استغلت ليعلن عن سيناريو لم يكن منصفا بحقها، اتهامات تسببت بعودتها لزمن الجاهلية. يعني احنا قاعدين نحضر مؤتمرات داخل البلد وخارج البلد ونمثل العراق، يعني على وزارة التجارة على أخثر، يعني نجيب وبعدين قاعد نتفق اتفاقيات دولية، لازم نشوف قنصل، لازم نشوف وزير، لازم نشوف يعني هاي العالم، يعني ما ممكن. من خلال التعليقات اللي موجودة بوسائل التواصل الاجتماعي هناك تهديد واضح لهذه المجموعة من النساء. كثير من النساء الآن يعني حسب ما وصلني من معلومات أنه خايفات أنه يخرجون من البيت، توقف عملهم حقيقة. يعني هذا يأثر على سير العمل وعلى النشاط، نشاط النساء في البصرة. اللقاءات التي تجرى في وضح النهار وهي نشاطات تدعم المرأة وحقوقها، وإثارتها بالشكل الذي تم تداوله سيحجم من دورها في جميع المجالات. نحن بحاجة إلى إبراز السيدة أعمال البصرية بالمظهر الجيد وبالمظهر الاقتصادي. فترة ما قبل أسبوع أو أقل أسبوع من الحديث حول السيدات الأعمال وإظهار صور لهن مع القنصل الأمريكي، وهذا أنا أعتقد حالة طبيعية. ووفقا لبعض منظمات المجتمع المدني في محافظة البصرة، فإن الأسبوع الماضي وحده شهد انسحاب أكثر من 100 متطوعة في مجال الأعمال الخيرية في المنظمات، وخاصة في مجال رعاية الأيتام والمشاريع التي تخص تطوير المرأة البصرية. من مدينة البصرة، أيمن الشيخ، الشرقية نيوز. وينضم إلينا سيد رامي السكيني النائب عن تحالف سائرون عن البصرة. أهلا بك سيد رامي. يعني قبل قليل محاولة اغتيال ينجو منها مدير غاز البصرة، وقبل ذلك بسويعات معاون طبي يتم اغتياله بست إطلاقات نارية، وقبل أيام ناشطة. شو السالفة بالبصرة؟ يعني ما الذي يحصل في البصرة عندكم؟ أين الأمن؟ أين الاستخبارات؟ أين الجهات الأمنية المعنية بأمن المواطن في البصرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية السلام عليك وعلى جمهور الشرقية، أهلا وسهلا بك. صراحة ما يحدث في البصرة هي كون البصرة ساحة مفتوحة، لا يوجد هناك جهد استخبارات صحيح لتعقب الجريمة.
يعني اليوم عندما أنه تحدث جريمة في مكان ما يجب أن يكون هناك تعقب لهذه الجريمة وشهود عيان إذا انتظر الجريمة حتى يعرف ما هو المصدر لهذه الجريمة. لو مرة مرتين علنت هذه الجريمة بغض النظر عن المجنى عليه سوف يكون هناك استتباب أمن. غياب القانون، غياب المؤسسة الأمنية الصحيحة والسير بمهنية، نجد أنه شنو تحل حكومة العصابات واتجاه العصابات. اليوم لو تعرض البيت البصري الآمن تعرض لأي خرق أمني، الله وكيلك من يعرف من المتهم ومن المعاتب وإلى من تشير أصابة التهم، كون الساحة مفتوحة للأسف. إضافة إلى ذلك وجود الصراعات السياسية، وجود أن البصرة منطقة مفتوحة عسكريا إقليميا، لا يوجد حصر سلاح بيد الدولة، وهذا ما ننادي به أنه يجب أن يكون حصر سلاح منضبط بيد الدولة مع احتراماتنا لكل الجهات. إضافة إلى أن يكون الحشد الشعبي وحشد منضبط أعطى كثيرا من الشهداء ومن الدماء. المستغلين بهذه الأسماء ومستغلين بهذه الفصائل، للأسف نحن نجد أنه المؤسسة الأمنية مع هيئة الحشد الشعبي مع الأعيان البصرة يجب أن يكون خلية أزمة واضحة. هذا التسلسل الدرامي الذي يتعرض له المواطن البصري يفقد هيبة الدولة ويفقد مؤسسات الدولة، وتحل محلها شنو مناطق الفراغ للعصابات وللتصفيات المحسوبة وغير المحسوبة، حتى لا نعرف ما هو المصدر وما هو الهدف ومن المتهم إلى آخره. سلسلة القتل الذي حدث بينما تارة تتهم بأنها سياسيا، مو بالضرورة تكون سياسيا. اليوم اثنان واحد يريد الصف الثاني في الشارع البصري ويقول سياسيا، مو بالضرورة يكون سياسيا. فالذي الأداء المنظم عندما تكشف الدولة هذه الجريمة حتى نعرف ما الذي يقوم بهذه الأعمال، ما الذي يتعرض لإزهاق هذه النفوس البريئة، من وراء الكواليس في قتل المواطن البصري، هل هو سلسلة من الرعب وإشعار لمن يطالب بالحق المشروع من المتظاهرين، هل هو رسالة مع ما يدار في ملفات التفاوض في تشكيل حكومة. صراحة الشارع البصري به كثير من الضبابية، لا يمكن تحديد الجاني، لا يمكن تحديد إصبع الاتهام بوضوح على جهة معينة. لذلك غياب دولة القانون هو تجده أنه هذا الوضع الواقع في البصرة. طيب المؤسسة الأمنية هم احتارت صراحة سكيني. بكثير من شخوصها وكثير من ضباطها المهنيين الذين يتعقبون الجريمة ويتعقبون المعلومة، نشد على أزرهم، لكن يحتاج حتى ثقافة من المواطن البصري في إدلاء المعلومة الصحيحة وأن يتعاون مع المؤسسة الأمنية. العطاء مشترك من الجهتين، من المواطن ومن مؤسسة الدولة. نعم. طيب سيد السكيني، على عاتق من تقع المسؤولية الأمنية في البصرة، يعني كل هذه الخروقات وهذا الفشل الأمني وإزهاق الأرواح البريئة بكل هذه السهولة، على عاتق من هذه المسؤولية؟ يعني اليوم العاتق طبعا الذي يوجه له عنق المسؤولية هي المؤسسة الأمنية. أعتقد التي الدماء التي سقطت في العلن ولم تسقط في السر من المتظاهرين إلى هذا المسلسل. لا يريدون أن يعطوا إشعار بأن هناك قادة أمنيين هم فقط يريدون أن يسيطرون على البصرة، لا. للجهود الأمنية المشكورة، لو تعلمون قيادة شرطة البصرة يوميا ماذا تغطي من وتكافح وتقي الجرائم في البصرة. لكن البصرة منطقة ضخمة، ما لنكن منصفين أن البصرة منطقة مفتوحة حدودية، البصرة منطقة عشائرية، البصرة فيها كثير من الفصائل، البصرة فيها كثير من المندسين، من السهل الآن العبث في أمن البصرة. لكن الذي يطفو ويظهر على الساحة البصرية هو ما تراه قنوات الإعلام. لو تجدون أن الجهد الاستخباراتي، لو تجدون كثير من أداء القوات الأمنية، لكن حجم الأزمة وحجم المشكلة أكبر من هذا الأداء. طبعا المتهم أو الملام أو خلينا نقول المقصر هو المؤسسة الأمنية التي يجب أن تكون بوضوح بالتعقب لكثير من الجرائم حدثت. لماذا لا يكون ظهور واضح لمن يؤدي تلك الجريمة، حتى لو إن كان وراها اتجاه سياسي معين أو فصيل معين أو جهة معينة إلى آخره. نحن نريد أن يكون حصر السلاح بيد الدولة، أن يكون الأداء الجنائي إن صح التعبير يكون حازم. اليوم
المحكمة البصرية يجب أن تكون واضحة القرارات في كثير من الذين عبثوا بأمن البصرة، من الذين تعدوا على المؤسسات وزهقوا الأرواح والنفوس، ليس اليوم وليس بالأمس، من ذلك اليوم لهذا اليوم. يجب أن يكون السلطة القضائية، السلطة الأمنية، السلطة المحلية كلها تشترك، لا نوجه اتهام لجهة دون جهة أخرى، لكن كل يشترك. حتى المواطن يجب أن يمتلك الحصانة والثقافة بأن يتعاون في استتباب أمن البصرة، ولا يكون الفوضى هو الطبيعة السائدة للأسف. وضع البصرة الملتهب هو دليل أنه عندما يحدث أي أمر بسيط، أي أمر كذا يؤثر، فكيف إذا دماء سقطت؟ لأن وضع البصرة السياسي الأمني المحلي خلينا نقول ملتهب ومزدحم، وبنفس الوقت فيه إشارات توهجية مع الإعلام ومع الحكومة الاتحادية ومع بغداد، نجد أن كل ما يحدث ينعكس على عموم العراق. هذا ما قلته في أكثر من لقاء سابق، أن وضع البصرة وضع جدا مزدحم، لا يتحمل التأجيل، لا يتحمل التسويف. أن الملف الأمني والملف الخدمي والمطالباتي هذا جدا مهم أن يضع نصب أعين الدولة الاتحادية. سيد رامي، دعني أنتقل معك في لقائنا هذا إلى الشق السياسي والحوار السياسي. قضية الكتلة الأكبر، يعني اليوم ائتلاف النصر يتحدث عن أن أي تكليف لأي مرشح دون حسم الكتلة الأكبر يعد مخالفة دستورية صريحة، وأنتم جزء من تحالف النصر، ولكن تحالف البناء وعلى لسان السيد رزاق حابس قبل قليل قال أن موضوع الكتلة الأكبر يعني موضوع لا يمكن، لا يجوز شغل العراقيين به الآن، خاصة وأن انتخاب رئيس البرلمان أوضح من هو صاحب الكتلة الأكبر. يعني صراحة هذا لا يكون أخذه من فم النصر أو الإصلاح أو البناء، هذا يجب أن يأخذ من فم المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية قالت رأيها، وقالت رأيها المحكمة الاتحادية رجوعا إلى رأيها السابق. سياسي نوعا ما أكثر مما كان قضائي. أنا نائب ممثل عن الشعب، أقول لك أن المحكمة الاتحادية أحيانا تفسر حسب حجم الكتل السياسية وحسب حجم مقاعدها وأدائها. أحيانا يجب أن يكون رأي المحكمة الاتحادية واضح، تبت بالأمر، والذي يسري عليه الميزان والقضبان فليسري. لماذا نترك للكتل مساحة للتصريحات، مساحة للأداء، مساحة للطروحات الإعلامية من هنا وهناك؟ يجب أن يكون رأي المحكمة الاتحادية واضح وبكل قوة قلب ورباط الجيش بأن تفسير الكتل الأكبر هو هذا، بالتفسير الذي وجد بال 2010 ثم وجد بال 2014. لكن انتخاب السيد الحلبوس أو رئيس مجلس النواب وما يعقبهم رئيس الجمهور رئيس الوزراء ليس بالضرورة أن يكون أنه خاضع لرؤية. اليوم أعتقد الحراك السياسي أصبح واضحا في تحديد رئيس الجمهورية، هناك تناغمات وتفاهمات جدا واضحة من الكتل السياسية لتمشية مركب الرئاسات الثلاثة. المواطن العراقي البصري ما همه من هذه الرئاسات، ما الذي جنى عليه من هذه الرئاسات، سواء كان سين أو صاد أو عين في القاموس السياسي، يريد خدمات، يريد أمن، يريد هيبة الدولة. المواطن وصل إلى مرحلة لا يميز، أصبح لديه من عمل ألوان السياسي إن صح التعبير. هو الآن لا يفتهم إن كان سين صار على رئيس الجمهورية، لأن أنه فاقد لأبسط مستلزماته الطبيعية. لكن الكتل يجب أن يكون لها منظار وجدان المواطن في أدائها الحكومي المستقبلي في الأربع سنوات المستقبلية. فسرتوا بالنواتين والكتلتين، لكن فسروا وجدان المواطن، ولكن أعطوا حق المواطن بأنه هذه الرئاسات فلتمشي ولتسير باتجاه معين، لكن لتسير لمصلحة مواطن. خلي ينتهي هذا الصراع الإقليمي. إحنا مرات أحيانا ننتظر هاي البشوات، شو كنت أنت صراع الإقليمي حتى تهدأ وتضع الحرب أوزارها وتضع المحاور السياسية وتضع القوالب السياسية والتفاهمات بحبر على ورق. يجب أن يكون للكتل برنامج مختلف، أداء مختلف، يجب أن تضع الله بين عينيها وهم المواطن بين عينيه، لأنه مواطن نقم على الأداء السياسي وفقد فقدان الثقة التامة بكل سياسي وبكل مسؤول وبكل تنفيذي. لم يجنى عليه إلا الويل، بصرة معدمة، بصرة كارثية، بصرة لم تعطى أبسط مستلزمات الإنسان، أبسط المقومات. ماذا يعنيه من رئيس الجمهور رئيس الوزراء؟ ماذا فعلوا له الرئاسات الثلاثة بالقبل؟ نتأمل
ونسعى، وأنا أطلب من هنا رسالة لكل مواطن بصري إن لم يأتي له الحق وإن لم تضع هذه الحكومة المستقبلية تضع موازين ومقومات ومستلزمات ومؤهلات حقه الطبيعي فليأخذ حقه بيده. نعم صراحة. نعم. يعني نحن نحتاج أن تضع المواطن تحت طاولة وجد والمهام الدولة الجديدة بكل وزاراها وبكل نعم شخصها وبكل عناوينها. نعم رسالتك وضحت، أشكرك جزيل الشكر سيد رامي السكيني النائب البصري عن تحالف سائرون، شكرا جزيلا لك. على البرنامج الحكومة الذي يضع من أولوياته هو في التحديات الداخلية هو ملف الفساد وكشف الأموال في الموازنات التجارية السابقة أين ذهبت، وتمكين المدعي العام، وتمكين رئيس الوزراء تكلم بشكل واضح وصريح لا سيادة للدولة العراقية. اليوم الجميع يصول ويجول في بغداد، اليوم الجميع يصول ويجول في تحديد اتجاهات الكتل والأحزاب والنواب بالذهاب إلى الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية. العراق صاير في تدويل شامل، ليس العراق فقط، سوريا منطقة كثير من دولها، سوريا، اليمن، ليبيا، لبنان. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. واشنطن تتوعد طهران بإجراءات انتقامية بعد حادثة مطار البصرة، وبومبيو يهدد على إيران أن تفهم أن الولايات المتحدة سترد فورا وبشكل مناسب على هذه الهجمات. منصب رئيس جمهورية العراق سيحسم عبر تصويت النواب الكرد يقول البرزاني وبرهم صالح وفؤاد حسين في جولة حاسمة قبيل جلسة الاثنين. قد امتد التوغل الإيراني الغير مسبوق في الشأن العربي، وقد تعين علينا نحن أن نقف موقف ليس كموقف المتفرج. في كلمة دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله بن زايد يتهم إيران بتقويض أمن الدول العربية عبر نشر العنف والفوضى والطائفية. بحث رئيس ائتلاف النصر في نينوى خالد العبيدي مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية برهم صالح في استحقاقات المرحلة المقبلة وضرورة الالتزام بالسقوف الزمنية الدستورية لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مستقبل العملية السياسية والمهام الوطنية الواجب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعادة وإعمار المناطق المحررة لضمان عودة سريعة للنازحين وتوفير الخدمات لكل العراقيين، وإعادة تقديم القوانين الاقتصادية لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل للعراقيين. وأكد العبيدي خلال اللقاء ضرورة الحفاظ على وحدة العراق واستقلالية ووحدة قراره السياسي، مع العمل على حصر السلاح بيد الدولة ودعم القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها. ونفى تحالف البناء منحه أي ضمانات للكرد بشأن محافظة كركوك مقابل الدخول في تحالفات سياسية. وقال القيادي في تحالف البناء عدنان الأسدي إن الأنباء التي تحدثت عن منح الكرد ضمانات بشأن كركوك من أجل الانضمام إلى تحالف البناء غير صحيحة، ولا توجد أي توقيع أو ضمانات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن تحالف البناء يتحاور مع الجميع دون تأثيرات أو شروط. أوكي.
ينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد عبد الباري زيباري وهو قيادي في الاتحاد الوطني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الباري. يعني أنتم متمسكون بمرشحكم، ولكن يذهب البعض بأنكم تريدون تأجيل حسم منصب رئيس الجمهورية إلى انتهاء انتخابات يوم غد. كيف تعلق على الموضوع؟ نعم سيد زيباري، إن كنت تسمعني. السيد عبد الباري زيباري ضيفنا، سنعود إذن للحديث معه عبر الهاتف بعد هذا الفاصل. موضوع تارا سناب كان الشغلة محلولة، بس من قتلت بتعليق ما تقول لي من ذولة، وخلي نحلل الموقف نشوف الجهة المسؤولة. رفيف وميثم وتارا ومديرة مركز فيولة، ناس تقول بالسكتة وناس تقول مقتولة، ومن قصة سعاد الصار هم سكتة أشو سكتة، لو كل شي يجيب وقته رجاء لو تفهمونه، ومن غذكم بعد بالفيس هو الفيس نمونه، مو مشكلة السنابات شغلة وصارت سلابات، بس لطفا تفهمونه اللي غذكم بمنشور للكاتم تسلمونه، لو موضوع تارا سناب كان انحلت بتعليق، بس الشغلة مو هيجي وكل شي بهالوقت تلفيق. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. إذن ينضم إلينا الآن السيد عبد الباري زيباري القيادي في الاتحاد الوطني الديمقراطي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الباري. أنتم متمسكون بمرشحكم حتى هذه اللحظة ومصرون على الذهاب به إلى الانتخابات، ولكن يذهب البعض بأنكم تريدون تأجيل حسم منصب رئيس الجمهورية إلى نهاية الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق يوم غد. كيف تعلق على الموضوع؟ مساك الله بالخير. أسعد الله مساءك يعني سيد زيباري. الموقف واضح وصريح، الاستحقاق الانتخابي يعود للاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا ما اتفقنا عليه منذ بداية العملية السياسية الآن، ونعتقد تراجع بعض الكتل السياسية عن هذا الموقف يظهر للكتل السياسية العراقية والجماهير العراقية بإقليم كردستان عن تراجعها ومحاولة تجديد مبررات أو حجج ليس المبررات لذلك. فأعتقد من الواضح أنه قبول الحزب الديمقراطي الكردستاني بالنائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، من رئيس نائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، هو اعتراف واضح بأن الاستحقاق الثاني للانتخاب سيكون للاتحاد الوطني الكردستاني بحسب المقاعد الموجودة المتوفر في مجلس النواب. طب سيد عبد الباري، اليوم السيد مسعود البرزاني طرح فكره جديده، وهي ان يحسم موضوع رئاسه الجمهوريه بينكم، حلوها بيناتكم، اجعلوا تصويت في اقليم كردستان على مرشح واحد يذهب الى بغداد، ما رايكم بهذا هذه الفكره؟ استاذ احمد، يعني لنكن واضحين وصريحين، المساله هي تتعلق، هي مساله وطنيه وليست مساله محدده بمكون واحد. القرار النهائي سيكون بيد المجلس النواب العراقي، وهو يمثل كل العراقيين وكل الكتل السياسيه. اذا 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 اضطرينا او اذا كان اخر الخيار، فليقرر مجلس النواب من يراه هو في مصلحه العراق، وهي صلاحيات، هذه صلاحيات مجلس النواب العراقي. اذا استطعنا ان نصل الى توافق انتخابي حسب الاستحقاق الانتخابي حسب المواقع الموجوده في داخل مجلس النواب العراقي والمؤسسات العراقيه الاخرى خيرا، واذا لم يكن فليرشح كل من مرشحه، وليقرر الشعب العراقي المتمثل بممثله في مجلس النواب العراقي القرار الاخير، وهو صاحب القرار وليست الكتله، حتى الكردستانيه ليست لها القرار الاخير. الكتله الكردستانيه جزء من مكونات العراقيه، وهي جزء من مجلس النواب العراقي، لكن القرار الاخير هو بيد المجلس النواب العراقي الممثل الاول والاخير للشعب العراقي.
طيب سيد عبد الباري، يعني النواب العراقيون وهذه الكتل العراقية يعني أغلب التصريحات بأنها يعني لا اعتراض على أي من الشخصيتين الكرديتين السيد برهم صالح والسيد فؤاد حسين، يعني وهم تقريبا شبه علنا يعني طلبوا منكم الذهاب بمرشح واحد لتجنب إحراجهم يعني في انتخاب أحد هاتين الشخصيتين. نحن نعتقد أنه الحملة الأخيرة على الاتحاد الوطني الكردستاني من قبل الاتحاد من قبل الطرف الآخر هو جزء من الحملة الانتخابية التي سيكون له التصويت غدا. نحن نعتقد بعد 30/9 سيكون هناك تهدئة للخطاب وقد يكون هناك توافق للمرشح الأخير. هذه الحملة هي جزء تصعيدي للحملة الانتخابية، وأنا أعتقد هذه سيرد سلبا على الطرف الآخر، كما أشارت التصويت الأول اللي التصويت الخاص في برلمان إقليم كردستان ظهرت مدى تصعيد مدى صعود الاتحاد الوطني الكردستاني بالأصوات، ونعتقد سيعود سلبا للطرف الذي يشعل هذا الموضوع. أرجو أن تبقى معنا سيد عبد الباري زيباري، ينضم إلينا من أربيلة سيد شيروان دبرداني النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا بك سيد شيروان. يعني أصراركم على مرشحيكم الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية ربما سيخلق أزمة جديدة داخل إقليم كردستان. هناك منصب جديد وهو مجلس السياسات الاستراتيجية، تحدث عن السيد مسعود البرزاني وقال أن الكرد سيكون لديهم حضور قوي في مجلس السياسات الاستراتيجية. ألا يمكن أن يعوض هذا المنصب عن منصب رئاسة الجمهورية؟ إذا أخذنا بنظر الاعتبار مجلس السياسات الاستراتيجية سيرسم سياسات الاستراتيجية للعراق وربما يكون له دور أكبر من دور رئاسة الجمهورية. مساء الخير لكم ولضيفكم الكريم. نعم بكل تأكيد نحن سندخل إن شاء الله انتخابات رئاسة الجمهورية بمرشح الدكتور فؤاد حسين، وكان رسالة الرئيس البرزاني قبل يوم أمس ولقائه مع الأخ الدكتور برهم صالح واضحا. سوف وصلنا اليوم ونحن الآن في بغداد وليس في أربيل، تصحيح لمعلومات حضراتكم. غدا إن شاء الله سوف نكون في قبة البرلمان حسب رسالة فخامة الرئيس مسعود البرزاني إلى كل الكتل الكردستانية للحضور والتصويت على مرشح واحد يمثل المكون الكردي في رئاسة جمهورية العراق. طبعا نحن ولا زلنا متمسكين بهذا الحق الشرعي للكرد وليس حكر على أي حزب في كردستان، كما رئاسة مجلس الوزراء هي للأخوة الشيعة ورئاسة البرلمان للأخوة السنة، واحترمنا إرادة الأخوة السنة بترشيحهم الأغلبية للأخ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونحترم أيضا الأخوة الشيعة بعد أيام ليكون لهم مرشح لرئاسة مجلس الوزراء. نحن بدورنا وجهنا رسالة وكان رسالة واضحة لكل الكتل الكردستانية في برلمان العراقي لنجتمع سوية وبحضور 7 مرشحين ونصوت للمرشح الذي يحظى بأغلبية أصوات ممثلي الشعب الكردي في برلمان العراقي ويكون الممثل والمرشح الوحيد لمنصب. سيد شيروان كان سؤالي كالتالي، هناك مجلس السياسات الاستراتيجية تحدث عنها السيد مسعود البرزاني وقال أن الكرد سيكون لهم حضور قوي في هذا المجلس، ألا يعوض هذا المجلس عن منصب رئاسة الجمهورية؟ بالتأكيد لا يعوض، نحن سنتمسك بمنصب رئيس الجمهورية وليكن لإخوان في الاتحاد الوطني منصب السياسات الاستراتيجية ليكون لهم ممثل في هذه المنصب، ونحن كحزب الديمقراطي الكردستاني ومرشحنا الأخ الدكتور فؤاد حسين سيكون المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية. وكما تعلمون دكتور فؤاد حسين رجل مستقل ومدعوم من قبل رئيس إقليم كردستان ومن قبل أغلبية شعب كردستان، وهو الكتلة الأكبر في برلمان العراقي وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث حصل على أعلى المقاعد كحزب على مستوى العراق 25 مقعد. طيب سيد شيروان ابقى معنا، سنعود لضيفنا السيد عبد الباري زيباري. سيد عبد الباري، اود الان ان يعني نتحدث كما يقولون على بساط احمدي، هل هنالك اي تفاهمات خلف الكواليس ربما
يعني عقدتموها، ربما اتفقتم مع أي طرف أو جهة معينة، وربما تود أن تطلعنا عليها في هذا الحصاد. لم يعود اتحاد الوطن الكردستاني جماهيره والجماهير من كردستان والجماهير العراقية على أن تكون هناك اتفاقات خلف الستار. نعم. وأؤكد مع احترامي لضيفك الكريم، المناصب السيادية ليست حكرا على أي قومية وعلى أي مكون. هذه مناصب عراقية، والذي يكون هناك يمثل العراق. ولا يمكن أن نقول نحصر منصب رئيس الوزراء بمكون محدد أو رئاسة الجمهورية. هذه توافقات سياسية تعودنا عليها. الآن إذا أردنا أن نختلف على ذلك فيمكن نعود لمجلس النواب وهو يكون الطرف المحدد. فأؤكد أن قبول الديمقراطي حزب الديمقراطي الكردستاني بموقع النائب رئيس مجلس النواب العراقي هو اعتراف واضح بأن الحصة التي تليها أو الاستحقاق الانتخابي الثاني هو سيكون الكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني. واما ما يتعلق بان يكون هناك مرشح للاتحاد المرشح الديمقراطي المستقل، كلنا نعلم معايير الاستقلاليه في العراق، وكلنا نعلم عندما يكون هناك شخصيه محدده تعمل في مؤسسه محدده مرتبطه بجهه سياسيه محدده، كلنا نعلم مدى استقلاليه هذه الشخصيه او العمل بذلك. فمن هذا المنطلق انا اعتقد اذا اتفقنا على ذلك فاهلا وسهلا، اذا لا نتفق على ذلك فمجلس النواب هو جهة التي لها الحق الدستوري ولها الحق المناطة، هو شعب العراق قد خوله بذلك والدستور قد خوله بذلك، فلندخل بمرشحين عده ولا بأس بذلك. فهنيئا لمن يفوز بالمنصب، وهنيئا لمن يستطيع ان يصل موقع ويخدم جماهيره ويخدم جماهير العراق بكل شرائحه. ولكن اؤكد هذا الموقع بحاجة إلى من يكون له كاريزما محددة، علاقات واسعة، علاقات إقليمية، علاقات دولية بحيث يتوافق. وأؤكد أن الدكتور برهم أعتقد لديه ما يكفي بأن يكون له الأكثرية الغلبة. وأعتقد إذا كان هنا مرشح ثاني يرشح نفسه مع الدكتور برهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني سيصيب خيبة أمل لقرار الشعب العراقي، ممثلي الشعب العراقي يمثلون الشعب العراقي وسوف يقررون بوفق الاستحقاقات الانتخابيه ووفق الاهم والاساس الكاريزما. نعم. والشخصيه التي يمكن ان تمثل العراق. نعم. يمكن ان يرفع بمستوى المسؤوليه العراقيه والعمليه السياسيه. نعم، اشكرك السيد عبد الباري زيباري القيادي في الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني. وأعود مرة أخرى إلى ضيفي سيد شيروان الدبرداني. سيد شيروان، سيد عبد الباري أشر نقطة مهمة جدا، يعني وهي مسألة دستورية. الدستور العراقي لم يقل بأن المناصب السيادية توزع على أساس قومي، عرقي، طائفي، ديني. المناصب السيادية هي لكل العراقيين، وبالتالي إذا ما جرى نقض للتوافقات باعتبار أن ما حصل في السابق هي نتيجة توافقات، الكرد أخذوا رئاسة الجمهورية والشيعة والسنة وإلى آخره، وإذا ما حصل نقض لهذه التوافقات هذا ما يعني هناك كلام آخر سيجري. نعم، بكل تأكيد ما تفضل به هو عين الصواب. هو الدستور لم يحدد أي المناصب السيادية لأي مكون من الشعب العراقي، ويحق لأي قومية أو شخصية عراقية أن يتبوى هذا المنصب، لكن العرف السائد والاتفاقات السياسية منذ تحرير العراق 2003 ولحد هذا اليوم تم توزيع كما تعاون هناك الأغلبية الأخوة الشيعية منصب رئاسة الوزراء، وأيضا الأخوة في السنة المكون الثاني في العراق الأخوة السنة في رئاسة البرلمان، والمكون الآخر الكردي هو في منصب رئاسة الجمهورية، وهذه الاتفاقات مستمرة ولا نستطيع أن نتجاوز على هذه الاتفاقات بين الكتل السياسية الحادية. وما ذكره الأخ أضيفكم الكريم، المنصب الثاني الاستحقاق الذي ناله الحزب الديمقراطي رئيس البرلمان
فاتحنا الأخوة في الاتحاد الوطني في داخل البرلمان، قالوا لنا بأننا ليس لدينا أي مرشح لهذه النائب الثاني، وكنت شخصيا قد تكلمنا مع رئيسة كتلة الاتحاد الوطني داخل مجلس النواب، وذكرنا بأن لا يوجد لدينا أي مرشح، واضطررنا نحن كحزب الديمقراطي الكردستاني ككتلة الأكبر ويمثل الشعب الكردي أن نرشح دكتور بشير الحداد وتقديمي كمرشح لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان. لو كان لدى الأخوة في الاتحاد الوطني مرشح للمنصب الثاني كان هناك اتفاقات تجرى بين القيادات بين الاتحاد الوطني وحزبنا الديمقراطي الكردستاني لهذا المنصب، لكن الأخوة في الاتحاد الوطني لم يقدموا أي مرشح في المنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، ونحن إن شاء الله خلال الساعات المقبلة سوف نستمر إلى آخر لحظة، ورسالة الرئيس البارزاني واضحة لكل الكتل السياسية، وغدا نحن إن شاء الله في البرلمان متواجدين كنواب الحزب الديمقراطي الكردستاني لنكون مجتمعين مع المرشحين السبعة لنتفق على صيغة وعلى مرشح واحد لندخل به، وإن لم يحصل هذا التوافق فندخل إن شاء الله يوم 1 تشرين الأول إلى قبة البرلمان، ويكون هناك الكلمة الأخيرة للنواب والتوافقات السياسية، ونتأمل إن شاء الله أن يكون هناك دكتور فؤاد حسين هو الأوفر حظا لنيل منصب رئيس الجمهورية كونه يشمل العراق الجديد، وهو شخصية عراقية معروفة، وهو من محافظة ديالى من الخانقين، وهو رجل كردي فيلي، وهو من الأخوة الشيعة. يعني اختيارنا لشخصية فؤاد حسين هو خيار عراقي وطني لنيل هذا المنصب إن شاء الله. نعم سيد شيروان دوبرداني النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لك. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. قد امتد التوغل الإيراني الغير مسبوق في الشأن العربي، وقد تعين علينا نحن أن نقف موقف ليس كموقف المتفرج. في كلمة دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله بن زايد يتهم إيران بتقويض أمن الدول العربية عبر نشر العنف والفوضى والطائفية. اتهم وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد اتهم إيران بالسعي لتقييد أمن الدول العربية عبر نشر العنف والفوضى والطائفية. وقال بن زايد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إيران لم تتوقف يوما عن العبث بأمن المنطقة من خلال دعمها للإرهاب وتطوير الصواريخ الباليستية، داعيا إلى موقف عربي ودولي للتصدي لهذه الممارسات التي تزعزع استقرار المنطقة. حيث تسعى بعض الدول الإقليمية وفي مقدمتها إيران إلى تقويض الأمن في المنطقة عبر نشر الفوضى والعنف والطائفية، فقد امتد التوغل الإيراني الغير مسبوق في الشأن العربي، وقد تعين علينا نحن أن نقف موقف ليس كموقف المتفرج. إن عدم الثقة بنوايا إيران والتخوف من طموحاتها الإقليمية لم يقتصر على منطقتنا فحسب، حيث جاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات عليها متماشيا مع هذه المشاغل. فإيران لم تتوقف يوما عن سلوك العداء في المنطقة، ولم تتخلى عن رغبتها في تطوير أسلحة الدمار الشامل، حتى عندما أتاح لها المجتمع الدولي فرصة لتعديل سياساتها وسلوكها. نشدد هنا على ضرورة توحيد الموقف الدولي تجاه إيران وما تقوم به من تطوير للصواريخ الباليستية ودعم الجماعات الإرهابية واستخدام الحروب بالوكالة لتقويض الأمن الإقليمي والدولي. رفض وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول وجود قوات إيرانية في العراق، وقال إن هذه التصريحات هي محاولة لتبرير الاعتداءات الإسرائيلية على العراق. ونبه الجعفري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نبه إلى أهمية بغداد مستعينا بكلام منسوب إلى الملك الأسطوري سرجون الأكدي الذي عاش قبل 4200 عام. يرفض العراق رفضا قاطعا التصريحات المستهجنة
لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي وادعائه بوجود قوات إيرانية في العراق لتبرير اعتدائه على سيادة العراق، كما ونرفض استخدام المنبر الدولي للجمعية العامة للأمم المتحدة لتهديد سيادة الدول وتهديد أمنها. لقد عملنا خلال الفترة الماضية على خلق علاقات متميزة مع جميع جيراننا وأصدقائنا بعيداً عن التخندقات والتمحور، وابتعدنا عن سياسة المحاور الدولية وحاولنا أن نكون جسراً دبلوماسياً من خلال هذه العلاقات المتميزة، وحرصنا على التواصل مع جميع أطراف المنطقة والعالم كي نكون طرفاً مؤثراً وفاعلاً إيجابياً لمصلحة أمن المنطقة. سيبقى العراق حاضنة التعدد الحضاري والديني والمذهبي والقومي، وتبقى بغداد كما وصفها سرجون الأكدي قبل بأنها قبة العالم، وأن من يحكمها يتحكم برياحها الأربعة. وبهذا مشاهدينا ينتهي حصادنا الإخباري في الختام. هذه تحياتنا أحمد خضر وآلاء أبو الشملات. أشكر لكم طيب متابعتكم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. شكرا أحمد.